حسن الأمان للوطن كله، وبدون رجال الشرطة فإن العمليات الإجرامية سوف تنتشر بين أفراد المجتمع. التقليد السنوي انعقاد المؤتمر التحليل الواقع الأمني والجنائي في قيادة شرطة محافظة ذيقار. الغاية من هذا المؤتمر هو الاستماع بالفعاليات وكذلك تشخيص السلبيات والتعاون ما بين قيادة الشرطة وضباط التحقيق مع قضاة التحقيق أيضا والهيئات القضائية والسلطة القضائية في محافظة ذيقار من أجل تذييل العقبات وأيضا النهوض بالواقع الأمني في محافظة ذيقار من خلال الجداول والبيانات الموجودة. الإحصائيات مشجعة وجيدة جدا باعتبار أن العدد الكبير من الجرائم تم اكتشافه وإحالة مرتكبي جرائم للمحاكم المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون. أيضا جرى تقييم الجرائم من حيث الارتفاع والانخفاض وأسباب ذلك، ووقفنا على الأمور المنطقية والواقعية، وخرجنا بتوصيات مهمة أنه يجب مفاتحة الجهات المعنية لغرض معالجة الأسباب اللي دفعت هذا المجرم إلى ارتكاب هذه الجرائم. حقيقة دور الإرشاد الديني في محافظة ذيقار التابع لقيادة شرطة محافظة ذيقار هو حقيقة العمل على كافة شرائح الموجودة في المجتمع، سواء كانت مدنية أو سواء كانت في الداخلية، وهو حقيقة التخفيف إن شاء الله من الجرائم التي تحدث في محافظة ذيقار وهي كثيرة، يعني خاصة في المخدرات وشرب الخمور والعياذ بالله وغيرها من المفاسد الأخرى. عرض مديرية شرطة محافظة ذيقار ومشاهدة المحور.